اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله ام النهارده سمك، ولما نقول سمك يعني في كلام كبير قوي وطعم تاني وشكل تاني، مع ان خير البحر هو واحد. حلو الكلام. معانا سمك في القشر بياض، ومعانا جندفلي اللي هي العرايس اللي هي القشريات، ومعانا سمكتي المفضله اللي هي الماكريل اللي هي غنية جدا وريتش قوي بأوميجا 3، أغلى نوع سمك غني بأوميجا 3، وأرخص نوع سمك ممكن يكون في نوعية الأسماك، سبحان الله في خلقه البسيط. معانا السمك الفيليه القشر بياض النهارده، هعمله مشوي بطريقة الخاصة كده، حاجة بروفنسال من المطبخ الفرنسي. خلطة لطيفة جميلة من اختراع الشيف المغازي، وهنشوي السمك الفيليه ازاي؟ بالليمون والزبدة. معانا جندفل النهارده هنعمله مع المكرونة مع الوايت صوص. القشريات لما تخش على الباستا والوايت صوص اكيد في حكايه كبيره، هنشوف تفاصيلها مع بعض. الماكريل بقى النهارده يتعمل بطريقه مميزه، وطريقه المفضله اللي هو المقلي بالطشه. هي فته يا شيف؟ لا مش فته، بالعكس هو نوع سمك لطيف وجميل، قيمته الغذائيه عاليه جدا، ولكن لازم اهتم بالفكر الطهوي له. معانا النهارده للاطفال الحلوين نوع بطاطس، له مقلي وله مشوي. بطاطا حاره بالكزبره لطيفه وجميله بالزبده. حلقتي فيها تفاصيل كتير النهارده ومعلومه غير معلومه، وعايزين حضراتكم فيها شغل كتير كمان، فنشوف النهارده مع بعض ازاي نعمل اكله سمك لها طعم تاني ولها شكل تاني. هستاذن حضراتكم، خلينا ناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل حكايه مع اكله سمك. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لسمكتي المفضله، السمكه اللطيفه الماكريل. البعض هي متهمه دايما ان يقول لك سمكه رخيصه، لما يكون مثلا حد يقول لك ده ماكريل يا عم بتاع الناس الغلابه. لا، ده احنا فاهمينه غلط. الماكريل ده يا اخوانا بينافس السمك السلمون اللي هو اغلى نوع سمك، بينافس الاستاكوزا، وهو احلى من الاستاكوزا واحلى من الجمبري عند الشيف المغازي. اما انتوا احرار، انتوا بتبصوا للحاجة اللي سعرها غالي. بالعكس، السمكة دي قيمتها الغذائية عالية جدا، غنية بالفسفور، غنية بالزنك، غنية بأوميجا 3. أين يوجد أوميجا 3 في سمكة الماكريل والسلمون والتونة؟ في منطقة مهمة جدا ما بين الجلدة وما بين اللحم، فعشان كده الماكريل ما ينفعش إن احنا نفقد الجلدة بتاعته. حلو الكلام؟ ولا نقشره. حلو، تعالوا نقطعه مع بعض. الأول هنخلص من الراس دي، مش عايزينها، نخلص منها بشياكه كده اهو، بلاها مش هنسلقها في ميه ولا حاجه، اعتقد ان فيها نسبه زفاره شويه. فاول حاجه خلصت منها الراس، سمك بيتنضف ويتغسل بميه ساقعه. الراس دي مش عايزها اهي، اشيلها كده خالص، واشيل الطبق كله على بعضه من هنا. حلو الكلام، حلو الكلام. هنمسك الماكريل، السمك دي تقطع على ثلاثه، وانا من الناس اللي بيحبوا السمكه بديلها بشخصيتها، يعني ديل السمكه دايما يكون معايا مقلي او مشوي. اه، اللهم صل على النبي. نشتريه ازاي الماكريل؟ البعض بيتساءل نشتري الماكريل ازاي، هو مزارع؟ لا، السمكه دي بتيجي مستورده. مخرجنا الجميل فرسان التلفزيون المصري، نشوف المقادير الماكريل على الهواء والماكريل بايد الحلوه. اه هو ده، الله عليك. كزبره وشبت وقرفه وكمون وملح وفلفل، وما ننساش التوم والزيت للاليه طبعا، والطشه بتاعتنا تومه كزبره ناشفه عصره ليمون. المقادير على الشاشه شفناها مع بعض، واحنا بنقطع الماكريل دلوقتي بالشكل اللطيف ده كده، سكينه حاميه لان الانسجه بتاعته اهي. شفت السمكه حلوه ازاي؟ بالله عليك يا استاذنا المخرج الجميل اللي بحبه شفيق، اهو اهي 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 اهي. يلا حلو، تعالوا مع بعض هنتبله تتبيله سريعه كده عشان نقليه في الزيت الاول. اه حلوه زي الفل. شويه ماكريل بالامانه يعني يستاهلوا كتير قوي، لان في خبره طهويه هنا هتعملها. اول حاجه بنحطها التوم. حلوه قوي بالشكل ده كده، اه، معلقه فلفله حلوه فرمنها في الكبه بتاعتنا. حلوه، ايه اللي يشيل الزفاره من الماكريل يا مغازي؟ شويه شمر وقرفه ناعمين.
حلو الكلام، ومعلقة مستردة لطيفة بسيطة. أنا بتبل السمك دلوقتي عشان أبدأ إن أنا أحمره في الزيت. كمون، دي البهارات موجودة في أي بيت يعني، إحنا مش بنخترع. البهارات دي موجودة عندك، طبيعي بتجيبيها. سواء هتعملي سمك، سواء هتعملي أي حاجة، دي مستردة. إيه اللي يثبت التوابل دي كلها في قلب السمكة؟ قولوا لي بقى إيه اللي ثبتها؟ معلقة دقيق. تتحط كده. بالشكل ده كده. وعصرة ليمون يا أستاذ أحمد. بولتي مقلي مقرمش. تجيب البولتي تغسله بمية ساعة. حلو الكلام؟ وبعد كده تخليه على جنب وتقطع الظهرية بتاعته بسكينة. حلو؟ وتتبله بنفس التتبيلة اللي تبلت بيها دلوقتي السمك المكريل. توم، كزبرة، مستردة، عصير ليمون، وشوية ملح، وشوية فلفل، وشوية بابريكا. حلو الكلام؟ وبعد كده تسيبه في قلب الدقيق لمدة ربع ساعة. بعد الربع ساعة دي بتطلعه من الدقيق، تنسبه بالمية وتقليه في قلب الزيت. ناخد المكريل اللي بتاعنا ده كده، يلا فرسان التلفزيون المصري. التحميرة دي كده مهم زي ما هو كده. اشيل دي كده في ايديا معلش. اللهم صل على النبي. السمكة دي يا اخوانا مظلومة بين الاسماك، فقيرة اعلاميا. الشيف المغازي بيقويها اعلاميا. يعني ايه فقيرة اعلاميا؟ يعني لازم نتكلم عنها عشان نهتم بيها. اولا هي في متناول الجميع، ولكن نصيحة مني لما تشتريها من عند حلقة السمك او من السماك او من المحل اللي بتشتري منه ايا كان هو، لازم تكون مجمدة، ما تشتريهاش فكة، ما تشتريهاش تكون طرية. حلو الكلام؟ يعني تشتريها مجمدة، انت اللي تفكها في البيت عشان تضمن الجودة بتاعتها، تضمن الصلاحية بتاعتها. الكلام اللي بقوله ده تحت منه خط كبير قوي عشان نضمن السمكة. هنشيل البلانشة بتاعتنا باللي عليها بالسكينة ونشتغل في حاجة تانية. ليه يا شيف؟ برضو المكريل فيه سنة زفارة، ولما انت تقلي في زيت المكريل ما تقليش فيه حاجة تاني. والسكينة اللي تقطعي بيها المكريل ما ينفعش تقطعي بيها جمبري ولا سمك في القش بياض، وهكذا. أنا هعمل دلوقتي شوية مكرونة هبدأ بيهم لأن فيها شوية شغل كده. مكرونة بالجندفلي. مقاديرها يا أستاذة رحابة على الشاشة. جندفلي، بلح البحر نفس المدرسة، عرايس نفس المدرسة، مكرونة أي نوع مكرونة أنت حباه. أنا جبت المكرونة الحلزوني عشان الأولاد بيحبوها. لما تيجي تشتغلي سمك لازم كله مع بعضه كده علشان السفرة كلها تكمل في وقت واحد. والمقادير على الشاشة، مكرونة وجندفلي. إيه الصورة الحلوة دي؟ الصورة الأولى على شاشة القناة الأولى تتحدث عن نفسها، والصورة تعني مليون كلمة وليس ألف كلمة. ومعانا طبعا تومة، ومعانا بصلة ناعمة، وكريمة لباني، وزعتر. دي المقادير التامة، ولكن مدرسة المغازي الطهوية مختلفة في طبق المكرونة اللي هعمله دلوقتي. حلو قوي. نشيل الطاسة دي كده ونخلي الاتنين دول كده جنبينا، والاتنين على نار شديدة. حلو الكلام؟ المكريل اللي في الزيت ما تقلقيش منه. استغل وقتك في المطبخ، ما تقفيش في المطبخ طول النهار بتعملي في طبق بيض اومليت خالص. انا بعمل اهوت كذا اكله وكذا طبق وانا واقف. زيت في الطاستين. حلو قوي، اول مره اشوف اكله تتعمل في حلتين جنب بعض. حلو قوي. الطاسه الاولى دي هحط فيها فص توم مع شويه زعتر. اللهم صل على النبي. فص توم مع شويه زعتر. عايز نار شديدة والله يا شفيق، أنت حبيب هارتي والله العظيم، دي نار شديدة، دي نار ضعيفة. ونحط الزعتر. مخرجنا عايز الاتنين جنب بعض عشان الصورة تبقى إيه؟ حلوة. آدي الزعتر مع التوم، أنزل بالمكرونة. إيه ده يا شيف؟ هي بصلة؟ اصبر على رزقك يا شفيق. تومة وزيت زيتون ومكرونة. وأقلبهم مع بعض كده. حلو؟ مدرسة. مع قليل من الملح والماء المغلي اللي هو دايما معايا، اللي هو البوكيه جرنيه.
يا ويلي يا ويلي، الصورة الحلوة بتفاصيلها اهي. ونسيب المكرونة دي تستلق في شوية المية دول. الطاسة التانية شديدة الحرارة، بنحط فيها بصلة ناعمة حلوة قوي. العب يا سمك. بصلة ناعمة، فص توم ناعم زي ما انا شغال كده، معلقة فلفل حلوة مطحونة في الكبة. الله، معلقة فلفل خضرة مطحونة في الكبة. الله، ونقلبهم مع بعض مع شوية كزبرة خضرة أو كرفس. اللهم صل على النبي. الريحة الحلوة دي يا شيف. أشيل دي من أشيل دي من هنا. حلو قوي. أخبار الماكريل يا شيف. بص على الحلاوة، بص على الحلاوة هنا. الحلاوة هنا بتتكلم مصري. ارفع من النار. حلو قوي لغاية كده زي الفل. هنشيل السمك ده من الزيت ونحطه هنا زي ما هو كده بتفاصيله. يا ويلي، سمك الماكريل بطريقة جديدة في قلب الصينية. واخد الصينية دي يا مغازي واحطها هنا. حلو قوي. وناخد خلطة حلوة من دي كده، كزبرة خضراء، شوية فلفلة حلوة، دي الطشة، شوية فلفلة حمراء، حلو، فص توم ني، كل دول مع بعض يا شيف، عصير ليمون، حلو، ناخد الخلطة دي كلها مع شوية ملح، عينية حاضر، شوية ملح وشوية فلفل، كوباية فين فين فين، حلو الكلام. ونحط على ده كله يا عم الشيف شوية زيت زيتون، ونقلب كل ده مع بعضه على الماكريل. ويخش الفرن. شفتوا الكلام يا اخوانا؟ لطيف خالص وبسيط. تاني زيت، عصير ليمون، كزبرة خضراء، عينية، فلفلة حلوة، كل ده مع بعضه. واخد الخلطة دي يا شيف كده. الله، اكيد في لوحة فنية هنا. اي نعم، سمكة مستوردة في متناول الجميع، عند بتاع الخضار بيبيعها، عند السماك بيبيعها، في السوبر ماركت بيبيعها، ولكن الفن الطهوي مش بيتباع. فين يا عم الشيف؟ في الراس وفي الكراس. كل ده مع بعضه على فين؟ على فين قول لي يا شفيق؟ مش على السفرة حبيب هارتي كده، صاحي معايا. درجة حرارة الفرن عندي 180، صلي على الحبيب قلبك يطيب. عندي صينية هطلعها من الفرن عشان عايزها بعد دقايق، خليها جنب هنا كده. وناخد السمك الحلو ده كده زي ما هو زي ما هو على الشبكة. الماكريل بتفاصيله سمكة في متناول الجميع، ولكن زي ما بدأت الحلقة بتاعتي، سمكتي المفضلة مش علشان هي ماكريل ولا عشان هي مستوردة، عشان قيمتها الغذائية العالية جدا. هنروح فاصل صغير ونرجع لتفاصيل طبق المكرونة اللطيف بمدرسة طهوية مختلفة. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل للتفاصيل. عمل طبق مكرونة بشكل تاني وطعم تاني بالقشريات. البحر فيه خيرات كتيرة من عند ربنا سبحانه وتعالى، قشريات، رخويات، أسماك. من أهم القشريات اللي في البحر الاستاكوزا، سعرها غالي. الجمبري سعره غالي. بلح البحر والجندفلي في متناول الجميع. على عينك يا تاجر. بتفتحيه، بتنضفيه من الرمله، بتغسليه بميه ساعة، في ميه ساعة مش ميه سخنه، ويتحط كده مع الطشه اللي انا عملتها. تعمل ايه يا عم الشيف؟ على عينك يا تاجر. سؤال حلو من كنترول لهواة السمك. ينفع بعد الجندفلي اعمله بالجمبري يا شيفنا؟ ينفع، انت وجيبك. تعمليه بالجمبري، تعمليه بلحم الاستاكوزا، اهلا وسهلا ويلكم.
كده الجندوفلي مع المكرونه تغليفه حلوه، تتويجه حلوه، طبيعي الباستا تحب الكريمه اللباني. يا ويلي يا ويلي يا ويلي، الكريمه نازله بتزغرط. هو ده. يلا طبق ده خلص، الف هنا وشفا للي هياكل. ايه الحلاوه دي، ايه الجمال ده، زي ما هو كده. لحق الجندوفلي يستوي يا شيف؟ طبعا. هسه طاسه شديده الحراره، خلطه اتقلبت اتبلت، كل ده مع بعض. يلا العب. هو ده، على فين الصوره الحلوه بتفاصيلها. فعلا يا صبابين القهوه زيدوا حالتها. تعالوا شوفوا الماكريل، ايه ده، ايه الحلاوه دي، ايه الجمال ده. يلا ماكريل، كل يوم ناكله سنجاري بيبقى زفر، ناكله مقلي يبقى زفر. شيف المغازة عمله ازاي؟ اهو بالتفاصيل دي. هستاذن مخرجنا الجميل وفريق العمل اللي بكن له الاحترام والتقدير، مقادير الماكريل تاني مع الصوره الحلوه اللي تتحدث عن نفسها. اهو الماكريل اهو، جيب لي بقى صوره حلوه مع المقادير بتاعته. حلو قوي. طيب اخبار السمك الفيليه واحنا مع بعض كده. اهو ماكريل، الله عليك، الله عليك وعلى والديك. المقادير على الشاشه مع الصوره الحلوه والتفاصيل الحلوه ونظافه البوتاجاز اول باول، وخاصه لو بتعملي سمك يا اختي يا خالتي يا عمتي، لازم مطبخك يكون رايق وفايق، ده بيديكي طاقه ايجابيه يعني لا تسعها السماء والارض. والله العظيم بجد، مطبخك نظيف ورايق، جوزك حب يخش المطبخ يعمل طبق بيض ويوري لك عضلاته في قلب المطبخ ويقول لك انا بعرف اطبخ زي الشيف المغازي، تسمحي له وتدي له فرصه. الجرنش ده مطلوب، السمك ده بيحب الطشه الحلوه بتاعت الفلفله الحلوه، خد لون تاني وشكل تاني. انت بقى حطيها على السفره كده وما تقوليش ده سمك ايه لضيوفك وخاصه حماتك. هتقولي الست دي لما تيجي مامتها تعمل لها دنيس وتعمل لها جمبري، انا اجي تعمل لي ماكريل. بتعمل لك ماكريل عشان بتحبك. اوميجا 3 وخاصه كمان بيلعب في دور كبير جدا في اوميجا 3، بتعلي الذاكره ومنع الزهايمر، ما يجيش بسرعه، ما يجيش غير بعد سن ال 100 ان شاء الله، ربنا يديكم طول العمر. تعالوا نعمل سمك فيليه قشر بياض مشوي على طريقتي بطريقه بسيطه وسهله. المقادير على الشاشه، طاسه شديده الحراره على النار، وسمك فيليه قشر بياض وتتبيلتي الخاصه، نشوف هنعمله مع بعض ازاي. حاضر، عينيا. والمقادير على الشاشه، بسم الله الرحمن الرحيم. ناخد كده عصير ليمون. غششيني يا استاذ ريحان، عصير ليمون وتوم. انا مركز في 50 حاجه، مركز في الكلام الحلو اللي بيقولوه الساده المشاهدين، ومركز في الشغل الحلو. سمك فيليه قشر بياض وتوم وعصير ليمون وزبده ومع قليل من الشبت، لان السمك يحب الشبت، وما ننساش المستردة. هناخد السمك الفيليه ده كده، اللهم صل على النبي. قشر بياض، سمك بلطي، ناخد الظهريه بتاعته خير مزارعنا، نجيب البلطيه اللي وزنها نص كيلو نرفع الظهريه بتاعتها، لا بيبقى طعمه عسل لانه طلع من ارض عسل. هناخد السمك ده كده، اللهم صل على النبي. والتوابل بتاعتي يا عم الشيف، انا النهارده معتمد في الطعم على الفلفله الحلوه دي، فلفله شتويه كده فرمتها الاثنين مع بعض، والفلفل الحلو ده سكه المطبخ المكسيكي، شويه زعتر، شويه ثوم، حلو، زيت زيتون. السمك الفيليه القشر البياض ده هينوبه من الحب جانب السماء ملك الفتوش وتتبيله الفتوش معايا اهوت عشان يبقى الطعم طعم مختلف. ونمسك السمك ده يا عم الشيف نتبله، طاسة شديدة الحرارة، سكة السماء، واخد سكة المسخن من المطبخ الأردني، مطبخ الفلسطيني، شعب طبعا سماء، السماء ده ملك الفتوش وملك المسخن، دجاج مسحب مسخن. طاسة شديدة الحرارة، مدرسة المغازي بتقول ايه، سلايز ليمون حتى لا يلتصق السمك بالطاسة. الله الله على ريحة الليمون، الله، والريحان الأخضر، الله. كل ده يا شيف، كل ده يا عم الشيف.
وننزل بالسمك ده كده يا ويلي. هدخل دي الفرن جرب الطعم ده، يعني الشكل ده ملناش دعوه بالشكل، انت جرب الطعم. ما بصله الصياديه بتلاقيها لونها بني غامق، تاكل شويه رز صياديه ما لهمش حل. نشيل كل ده من هنا ونروق الدنيا اول باول عشان الصوره الحلوه تبقى حلوه. اعمل ايه يا عم الشيف؟ اروق الدنيا. عندي طبق بطاطس النهارده. الاطفال ما بيحبوش السمك، بيعترضوا دايما على اكله السمك، عايزين فراخ كريسبي، عايزين الجمبري المقلي، النهارده مفيش جمبري، فنعمل لهم طبق بطاطس حلو كده بشكل تاني خالص وبمدرسة تانية اسمها بطاطا بالكزبرة والثوم، مقاديرها على الشاشة. بطاطس يعني ماشي عشان بس اخواننا الشوام، بطاطس حاضر عينيا حاضر، بطاطس اهي متقطعة مكعبات، فلفلة حلوة، كزبرة وشبت وثوم. كل المقادير دي ومعانا طاسة ومعانا الزيت هنا بيسخن. اخبارك ايه؟ زي الفل. نوع بطاطس انا بحبه دايما مع السي فود، والمقادير على الشاشة. يلا العب 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 يا ويلي يا ويلي. هو ده هو ده، النار ما بتحرقش مؤمن. الله الله عليك وعلى والديك. العب العب. خلص الكلام، معانا الطاسه بتاعتنا اللي هنحضر فيها اكله السمك هنا. حلو الكلام. السمك بتاعنا زي ما هو كده، درجه حراره الفرن عندي جاهزه. بعمل التركية دي، ده مكعب زبدة، خليك انت احسن مني بقى، وهات الزبدة دي اضربها في الكبة، حط عليها شوية ريحان، حط عليها فص توم، بعد ما تضربها كويس تبقى شكلها كريمة عاملة زي التومية كده وعاملة زي المايونيز، لفيها في ورقة زبدة وحطها في كيس تتجمد، تبقى معاك الزبدة بالفليفر والطعم اللي انا بقوله ده. كيف بقى وده المزاج وده الروقان في المطبخ، لما تقف في المطبخ تجودي وتعملي احلى من الشيف المغازي. هناخد الطاسه دي زي ما هي كده باللي فيها ده كده. يلا مخرجنا الجميل، التفاصيل مع سمك فيليه قشر بياض مشوي. ايه ده ايه ده، الصوره الحلوه تسبق الكلام. خلينا ناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل لتفاصيل طبق بطاطس حلو لسفره كلها فسفوريه النهارده. وما ننساش طبعا طبق مكرونه ومعانا الجندفلي ومعانا كمان ماكريل وسمك فيليه قشر بياض في الفرن. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم. عايز اعمل شويه بطاطس النهارده. البطاطا دي او البطاطس يعني، عشان معلش انا لما بقول بطاطا يعني اخواننا في الشام بيقولوا عليها بطاطا، وفي الدول العربيه البعض منهم هي بطاطس بتاعتنا الجميله الحلوه، بتتقطع مكعبات وبنقليها في قلب الزيت ثلاث ارباع تحميره، بنكون مجهزين لها خلطه لطيفه كده بتدل الخلطه دي على حبك للمطبخ. بعض يعملها كزبره خضراء ودبس الرمان وتوم وزيت زيتون، بعض يعملها زبده وبقدونس، بعض يعملها زبده وريحان اخضر، البعض يعملها صلصة البيستو اللي هو ريحان مع لوز متقشر وينضربوا في الكبة وياخدوا توم أو ما ياخدوش توم. كل التفاصيل دي مختلفة، ولكن أنا عاشق لنوع البطاطس ده وخاصة مع السي فود. ما بحبش أكل البطاطس المتحمرة. بطاطس بتتحمر كده، على ما تاخد التحميرة بتاعتها تعالوا نشوفوا هنبني إزاي الطعم في قلب الطاسة دي. أول حاجة بنحط زيت زيتون. حلو قوي. حاضر يا غالي، أنا عارف إن في سمك فيليه في الفرن، ربنا يكرمك يا رب حبيبي اللي بياخد باله مني. هنحط شوية توم، أنا أحب دايما الطاسة بتاعتي تكون سخنة، أحط على التوم الفلفل ده كده، دي مش هتاخد بصل خلي بالك. أهو الله، حط مكعب من الزبدة، حط شوية شبت صغيرين، شوية كزبرة خضراء طعم هنا أهو، كل الكزبره دي اهو، ونسيب دول على النار كده. توابلنا ملح وفلفل،
ملح وفلفل وبس. ممكن نحط شويه بابريكا معانا عشان تبقى شويه فيها سنه سبايسي، وهي بتتحمر في قلب الزيت اعتقد ان هي اتحمرت خلاص، نصفيها من الزيت جيدا. نقلب التقليبه دي كده ونسيب الخلطه دي على النار علشان انا هقلبها مع البطاطس واغرفها. شفت الخلطه اللطيفه دي كده؟ تفاصيلها تاني معلش، انت ممكن تعمليها احسن مني على فكره، يعني انت ممكن تعمليها بشكل تاني وبطعم تاني. انا حطيت زيت الاول وحطيت عليه التومه الحلوه مع شويه فلفله خضراء مع البقدونس او الكزبره وشويه شبت قليلين، الحرامي ده بيسرق الطعم قليل منه، وبقلبهم كده مع توابلنا ملح وفلفل وبابريكا، والزبده بتاعتي بنحطها هنا تدي قوام وتدي طعم. حلو قوي. نشوف البطاطس اخبارها ايه؟ زي الفل اهي. ناخدها ننزل بقى هنا كده، اللهم صل على النبي اهي. حلو، ونقلبها مع بعض. قلبها بحاجه كبيره. اللهم صل على النبي. ادي الكزبره بتاعتي. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الحلاوه دي يا شيخ؟ دي ما بقتش بطاطس، دي بقى كباب حله. ياني 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 عشان البطاطس الحلوين دول اللي تاكلي صوابعك وراهم بالغلط. اعملها بنفس الطريقه كده وجربي. انا عارف ان المخرج دلوقتي بيقسم سيمفونيه على الشاشه، مايسترو على الشاشه. كل واحد في موقع عمله مايسترو. المخرج مايسترو، المنتج مايسترو، المصور مايسترو. نغرف مع بعض البطاطس. حابب اغرفها في الطبق ده كده. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ ده احنا يا عم بطاطس مقليه كل يوم ماما تعملها. طب خليها تجرب دي كده مره وقولي رايك فيها. مش محتاجه حاجه هي خالص. تحب السبايس يا حاج؟ احط لك قرن فلفل حار جنبيها. العب. اللهم صل على النبي. خلص الكلام. اخبار السمك ايه في الفرن؟ طلعوا مع بعض. يلا. ايه الحلاوه دي يا شيف؟ لا يا غالي اتحرق ايه؟ المال الحلال ربك بيبارك فيه. الله الله على الطعم. في تفاصيل هنا ما يعملهاش غير الشيف المغازي مخرجنا الجميل، الله يرضى عليك. ايه هي التفاصيل؟ نزل لي شويه ذهب من السمك، شويه بيون، في زبده وفي بهريز وفي طعم لطيف قوي. اعمل ايه هنا في الحلاوه دي؟ باخد منهم شويه على المكرونه. يا ويلي. وعندي شويه كمان بهريز من هنا على السمك الماكريل. طبعا انت لازم تعمل الشغل ده، قلديني بقى. ده المطبخ. باقي معايا السمك نغرفه مع بعض. اللهم صل على النبي في الطبق الحلو ده كده. الله حلو قوي. طبيعي نغرف سمك، حط خضره كده لطيفه. ده البرزنتيشن بقى اللي هو ايه، انت بتوري نفسك وبتوري شقاوتك في المطبخ وفي الطبق اللي بتغرفيه. الله، شايفين اللون ده؟ سمك مشوي بالخلطه المغازيه، دي خلطه غير معتاده ان احنا نشوفها مع سمك في القش بياض. تفاصيلها سماق، فلفله، ثوم، زيت زيتون، زبده. شايفين طعم الزبده اهو؟ التفاصيل دي كلها اهو معانا. الليمون الحلو ده كده. جرب الطريقه دي وقولي لي رايك فيها ايه. اكيد الطعم. لو انت عامله الطبق ده بس على السفره، ده عايز رز ابيض مصري معمول بشويه زيت وملح وخلص الكلام، مع فص حبهان ورقتين لورو وبألف هنا وشفا، وتقدمي معاه صوص طماطم او كاتشب لو الاولاد بيحبوه. ده الجرنش بتاعنا. شيل الطبق ده من هنا بجد، وبعترف بكده على الهوا،
كل الصورة الحلوة اللي حضراتكم شايفينها والشغل الجامد ده، الناس دي بتشتغل من قبل مني وبتيجي قبل مني في الاستوديو، انا اخر واحد، ولكن فخور ان انا معاهم وليا الشرف كمان ان انا على تلفزيون بلدي مصر ام الدنيا، ربنا يحميها يا رب. اشكرك يا عمي. حلقات النهارده فيها تفاصيل، فيها معلومه غير معلومه، فيها خبره طهويه خبره السنين، سمك الماكريل بتفاصيله طعم تاني وشكل تاني، معانا بطاطا حاره بطعم تاني ومدرسه المغازي، طبق مكرونه بالقشريات اللي هو الجندفلي او العرايس او بلح البحر زي ما انت عايزه، ولكن الطريقه مختلفه. معانا سمك فيليه قشر بياض واخد طعم المسخن من المطبخ اللبناني، المطبخ البيروتي، المطبخ الاردني، المطبخ العربي، المطبخ الفلسطيني، السماء دايما داخل في المطابخ العربيه وخاصه الفتوش والمسخن، فانا حابب ان انا اعمل عشق المطابخ كله مع بعضه في اكله سمك حلوه بنقدم لها التحيه والتقدير. رؤية فن ابداع بتشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو. We'll be right back.